السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم. هذه الوصفة مع الاستعمال المتكرر ومع تطبيق هذه الوصفة بجميع مراحلها وخطواتها، سوف نلاحظ أنه بدأ نمو الشعر ينقص تدريجيا إلى أن يختفي تماما مع الاستعمال المتكرر، يعني في كل مرة. مكونات وطريقة عمل هذه الوصفة سهلة وبسيطة جدا، فقط تابعوا الطريقة بالتفصيل حتى تنجحوا في هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا جرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة، قلت سوف تقلل من نمو الشعر، ومع الاستعمال المتكرر سوف ينقص أو يختفي نهائيا إن شاء الله الشعر الموجود في الجسم. نحتاج أول شيء إلى الزنجبيل، تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل. أكيد المكونات سوف نضاعف فيها على حسب احتياجنا للوصفة. ثم نضيف زنجبيل بودرة مطحون، مجفف مطحون. نضيف نفس المقدار من الكركم، الكركم الخاص بالمطبخ أو بالطعام. نخلط المكونات مع بعض، ثم نضيف تقريبا ملعقة أو نصف ملعقة من الفازلين. ثم نحاول خلط المكونات مع بعض. يعني إذا صعب علينا خلط الفازلين، ممكن أني نذيبه في حمام مائي حتى يصل علي الخلط. ثم نقوم بإضافة مكون آخر وهو الخل، الخل العادي أو الخل الخاص بالطبخ. نضيف كمية حتى يصير عندنا خليط سائل. بعد خلط المكونات كلها مع بعض، يعني من الأحسن يكون سائل قليلا هذا الخليط، ممكن نضيف كمية أخرى من الخل. بالنسبة لطريقة الاستعمال مهمة جدا. أول شيء نقوم بتوزيع كمية من هذا الخليط على أماكن نزع الشعر، ثم نترك الخليط تقريبا مدة من 5 دقائق إلى 7 دقائق على حسب البشرة. إذا لم تكن حساسة ممكن نطيل المدة أطول. ثم نأخذ شفرة الحلاقة ونقوم بإزالة الشعر بهذا الخليط، يعني أكيد لن يذهب الشعر وحده بهذا الخليط، سنقوم بإزالة الشعر بشفرة الحلقة. وبعد إزالة الشعر نقوم بتنظيف وغسل المنطقة جيدا، ننظف المنطقة جيدا، نغسلها بالصابون والماء الدافئ. ثم نأخذ
كمية من الخل ونضعه في قطنة ونقوم بمسح تلك المنطقة جيدا بالخل. نتركها أيضا مدة تقريبا 10 دقائق ثم نغسل المنطقة جيدا بالماء والصابون. نكرر هذه الوصفة في كل مرة أردت فيها إزالة الشعر، ومع الاستعمال المتكرر ستلاحظون أنه بدأ نمو الشعر يصير يعني خفيف، ومع الاستعمال المتكرر سوف يختفي نهائيا إن شاء الله. هذه هي الوصفة صدقوني ناجحة إن شاء الله، يعني ليس فيها أي ضرر، جربوها وسوف تعجبكم. شكرا لكم على المتابعة، ننتظر آراءكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم من الوصفات المجربة والناجحة للتخلص من الشعر الزائد في الجسم. هذه الوصفة مع الاستعمال المتكرر ومع تطبيق هذه الوصفة بجميع مراحلها وخطواتها سوف نلاحظ أنه بدأ نمو الشعر ينقص تدريجيا إلى أن يختفي تماما مع الاستعمال المتكرر، يعني في كل مرة. مكونات وطريقة عمل هذه الوصفة سهلة وبسيطة جدا، فقط تابعوا الطريقة بالتفصيل حتى تنجحوا في هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يدعموني ويشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة قلت سوف تقلل من نمو الشعر، ومع الاستعمال المتكرر سوف ينقص أو يختفي نهائيا إن شاء الله الشعر الموجود في الجسم. نحتاج أول شيء إلى الزنجبيل، تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من الزنجبيل. أكيد المكونات سوف نضاعف فيها على حسب احتياجنا للوصفة. ثم نضيف زنجبيل بودرة مطحون، مجفف مطحون. نضيف نفس المقدار من الكركم، الكركم الخاص بالمطبخ أو بالطعام. نخلط المكونات مع بعض، ثم نضيف تقريبا ملعقة أو نصف ملعقة من الفازلين. ثم نحاول خلط المكونات مع بعض، يعني إذا صعب علينا خلط الفازلين ممكن أني نذيبه في حمام مائي حتى يصل علي الخلط. ثم نقوم بإضافة مكون آخر وهو الخل، الخل العادي أو الخل الخاص بالطبخ. نضيف كمية حتى يصير عندنا خليط سائل. بعد خلط المكونات كلها مع بعض، من الأحسن يكون سائل قليلا هذا الخليط، ممكن نضيف كمية أخرى من الخل.
بالنسبة لطريقة الاستعمال مهمة جدا. أول شيء نقوم بتوزيع كمية من هذا الخليط على أماكن نزع الشعر، ثم نترك الخليط تقريبا مدة من 5 دقائق إلى 7 دقائق على حسب البشرة. إذا لم تكن حساسة ممكن نطيل المدة أطول. ثم نأخذ شفرة الحلاقة ونقوم بإزالة الشعر بهذا الخليط، يعني أكيد لن يذهب الشعر وحده بهذا الخليط، سنقوم بإزالة الشعر بشفرة الحلاقة. وبعد إزالة الشعر نقوم بتنظيف وغسل المنطقة جيدا، ننظف المنطقة جيدا، نغسلها بالصابون والماء الدافي، ثم نأخذ كمية من الخل ونضعه في قطنة ونقوم بمسح تلك المنطقة جيدا بالخل. نتركها أيضا لمدة تقريبا 10 دقائق، ثم نغسل المنطقة جيدا بالماء والصابون. نكرر هذه الوصفة في كل مرة أردت فيها إزالة الشعر، ومع الاستعمال المتكرر ستلاحظون أنه بدأ نمو الشعر يصير يعني خفيف، ومع الاستعمال المتكرر سوف يختفي نهائيا إن شاء الله. هذه هي الوصفة، صدقوني ناجحة إن شاء الله، يعني ليس فيها أي ضرر، جربوها وسوف تعجبكم. شكرا لكم على المتابعة، ننتظر آراءكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.